في سلوكها وممارساتها واقوالها. الفكره الاساسيه للحكومة على تحريك ماء المياه الراكد، هناك رفض للحكومه الفرنسيه لتنفيذ هذا القرار. اذا خلقنا حاله الحراك الدولي، الحمله اساسا تطلق شعار ليكن عام 2023 أكثر إنصافا للشعب الفلسطيني، تطالب المجتمع الدولي من خلال إحياء اليوم العالمي لمناهضة الأبرتهايد بضرورة فرض العقاب والمسؤولية والمساءلة على دولة الاحتلال الإسرائيلي لحملها على احترام حقوق الإنسان وانسحاب من القوات، انسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء كافة أشكال التمييز العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة. الاحتلال الإسرائيلي ماضي في جرائمه الممنهجة والمستمرة بحق شعبنا الفلسطيني. تسعى هذه الحملة لخلق حراك دولي سياسي دبلوماسي أكاديمي برلماني مجتمعي للضغط على حكومات العالم نحو إنصاف الشعب الفلسطيني في أربع نقاط أساسية: إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي الكولونيالي العنصري على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه من ممارسة حقه في تقرير مصيره على أرضه، محاسبة إسرائيل على هذه الجرائم التي ترتكب في فلسطين، ودعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة في الدورة 78 القادمة للأمم المتحدة.